بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درسنا لليوم. راحنا تطبيقات على قانون التأثير المتبادل، المادة فيزياء رقم الأسبوع التاسع اليوم الأحد، وأنا معاكم الأستاذ بدر الحربي. زي ما أخذنا في الدروس السابقة وتعلمنا، أخذنا عدة قوى نتذكر مع بعض، اللي هو قانون نيوتن الثاني يساوي F في MA، وعرفنا كمان كيف نوجد الوزن باستخدام أي قانون، كيف نوجد الوزن عن طريق القانون F G يساوي M في G، وعرفنا أنه أي كتلة عندي أنا أستطيع إيجاد وزنها عن طريق هذه العلاقة، أضرب الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية M G واستطيع منها أوجد الوزن، وإحنا نعرف أن الوزن نوع من أنواع القوة. أيضا كمان تكلمنا عن قوة الشد، تكلمنا عن قوة الشد. لو نفترض أن عندنا هذا سقف وهنا عندي حبل، وهذا الحبل معلق فيه كتلة، حبل مربوط في أعلى السقف وتدلى منه كتلة مربوطة فيه، نجد أنه راح تنشأ هناك قوة شد في الحبال، ويكون اتجاهها إلى الأعلى، يكون اتجاهها إلى الأعلى، ونعرف أن قوة الجاذبية تشير إلى الأسفل، إلى الأسفل F G. وأيضا كمان تكلمنا عن القوة العمودية، عن القوة العمودية، القوة العمودية في الدرس الماضي، ويرمز لها بالرمز F N، يرمز لها بالرمز F N. مثال لها إذا كان عندنا صندوق موجود على سطح الأرض، نجد أن الجاذبية سوف تؤثر على الصندوق إلى الأسفل F G، وأيضا السطح راح يرد على الصندوق بقوة إلى الأعلى مساوية لها، يرمز لها بالرمز اللي هي مين؟ القوة العمودية F N F N. وإذا كان الجسم في حالة اتزان راح يكون راح تكون في هذه الحالة القوة العمودية مساوية للوزن حق الجسم لقوة الجاذبية. هذه مراجعة سريعة على أهم القوانين وأهم النقاط اللي أخذناها في الدرس السابق. الآن راح ندخل على تطبيقات راح نحلها سوا إن شاء الله، بس نمسح السبورة وننتقل على السؤال الأول. السؤال الأول يقول: القوة، مد ذراعك أمامك في الهواء بهذا الشكل، واسند كتابا إلى راحة يديك، واسند كتابا إلى راحة يديك بحيث يكون مستقرا، يعني في حالة اتزان، في حالة اتزان. نفترض أن هذه يدي بهذا الشكل وهذا الكتاب موضوع على يدي، نلاحظ أنه في حالة اتزان. يقول: حدد القوة وأزواج التأثير المتبادل التي تؤثر في الكتاب. خلينا نفترض نلمس، نرسم رسمة لليد. خلينا نفترض أن هذه يدك مثلا بهذا الشكل، والكتاب موجود عليها بهذا الشكل، هذه يدك والكتاب عليها. يقول: حدد القوة وأزواج التأثير المتبادل. طيب نيجي نشوف إيش القوة المؤثرة على الكتاب الموضوع على يدك في حالة اتزان. أول قوة مؤثرة عليك اللي هي المؤثرة عفوا على الكتاب اللي هي للأسفل، اللي هي F G. F G إحدى أول القوة المؤثرة على الكتاب اللي هي F G. ثاني قوة اللي هي تؤثر من يدك على الكتاب إلى الأعلى اللي هي تسمى F N، تسمى F N. يعني لو نجي نكتبها نقول تأثير قوة الأرض، قوة الأرض، أو نقول قوة جذب الأرض في الكتاب، هذه رقم واحد. رقم اثنين اللي هي قوة يدك في الكتاب، طبعا قوة يدك في الكتاب إلى الأعلى اللي هي عبارة عن مين؟ عن F N. هذه بتكون F G، وهنا بتكون اللي هي مين؟ اللي هي F N. هذا حل السؤال، نعيد عليه مرة ثانية.
يدك موضوعة بشكل مستقر، الكتاب مستقر على يدك، حدد القوة التي تؤثر على الكتاب أو أزواج التأثير متبادل زي ما سوينا FG اللي هي قوة جذب الأرض للأسفل والقوة العمودية إلى الأعلى، وقلنا قوة جذب الأرض في الكتاب وقوة يدك في الكتاب. ننتقل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول القوة إذا خفضت الكتاب الوارد في المسألة السابقة بتحريك يدك إلى الأسفل بسرعة متزايدة، يعني هنا الآن هذه رسمة اليد الأولى السابقة نفسها، نفس اليد السابقة والكتاب موضوع عليها بهذا الشكل، لكن الآن أول كانت مستقرة في السؤال السابق، كانت اليد مستقرة، الآن يقول تحريك يدك إلى أسفل بسرعة متزايدة، يعني بهذا الشكل إني راح أنزل يدي بسرعة متزايدة، يعني ما دام قال بسرعة متزايدة إذا موجود تسارع واتجاه التسارع إلى الأسفل، موجود عندنا لدينا تسارع والتسارع هذا إلى الأسفل، وهذا بذكرنا بمسائل اللي أخذناها سابقا في المصعد، نفس طريقة المصعد. نجي نحدد، يقول ما هي القوة؟ يقول هنا فهل يتغير أي من القوى أو أزواج التأثير المتبادل المؤثرة في الكتاب؟ وضح ذلك. أول كان ساكن ما كان في حركة، كانت قوة الجاذبية تساوي القوة العمودية، الآن صار في نزول إلى الأسفل في تسارع، إذن نقول إنه قوة الجاذبية راح تزيد والقوة العمودية راح تصبح أقل، القوة العمودية راح تصبح أقل. السبب في ذلك أنه حدث عندي تسارع إلى الأسفل. طب ما مقدار الزيادة اللي راح تحصل في قوة الجاذبية الأرضية ومقدار النقصان اللي راح يحصل في القوة العمودية؟ نتذكر قانون نيوتن الثاني اللي هو يقول طبعا محصلة القوة تساوي الكتلة في التسارع، يعني حنقول عندنا FG ناقص FN يساوي M مضروبة في التسارع. واضح من هذا القانون ان الزيادة في الجاذبية الأرضية والنقصان في القوة العمودية هو بمقدار MA، بمقدار MA. هنا ما ننسى نقول انها راح تقل. إذن نعم يحدث تغير، التغير يحدث في القوة العمودية راح تقل وقوة الجاذبية الأرضية راح تزيد على حسب هذا القانون، إن التغير في الزيادة في قوة الجاذبية أو النقصان في القوة العمودية هو بمقدار MA. إن شاء الله يكون واضح لكم السؤال. طيب ننتقل على السؤال اللي بعده، نشوف ونحله سوا. يقول السؤال تتدلى من السقف قطعة طوب مربوطة بحبل مهمل الكتلة، هذا الحبل مهمل الكتلة ومربوطة بها من أسفل قطعة طوب أخرى، يعني عندي طوبتين بحبل مهمل الكتلة أيضا، ما قوة الشد اللي هو يبغى FT في كل من الحبلين إذا كانت كتلة كل قطعة، هذه M، إذا كانت كتلة كل قطعة تساوي كم؟ 5 كيلو إجرام. نجي أول شيء نوضحها بالرسم، دائما يا شباب الرسم نص الحل، أنت إذا رسمت بشكل متقن ووضحت كل حاجة على الرسم راح تسهل لك عملية الحل. نجي نرسم هذه الرسمة، خليني نرسمها لكم هنا، هذا الحبل الأول وهذه الطوبة الأولى، تمام، وهذا الحبل الثاني وهذه الطوبة الثانية. ترى في الدرس السابق في التطبيقات السابقة اللي حليناها سوا ترى حلينا سؤال شبيه جدا له،
سؤال شبيه جدا لأذكركم اللي هو كان ميزانين، إنه كان عندك ميزان معلقة فيه كتلة وميزان آخر معلقة فيه كتلة أخرى، راح نحلها بنفس الطريقة. نيجي نقول عفوا خلينا نسمي هذا الحبل رقم واحد وهذا الحبل رقم اثنين، بس خلوني أمثل القوة عليها. أول حاجة حتكون إلى الأسفل هنا اف جي اللي هي تساوي ام جي، وهنا عندي تنشأ قوة الشد في هذا الحبل اف، خلينا نسميها اف تي واحد. خلونا نتفاهم مع الأولى مع السفلة هذه ثم بعدين نطبق على الثانية، طبعا لأني أنا هذا أول شيء أوجد قوة الشد للكتلة هذه، فيما بعدها أوجد قوة عفوا للحبل هذا، بعدين أوجد قوة الشد في الحبل الثاني. راح نقول نطبق القانون عندنا، هنقول اف تي واحد ناقص اف جي، طبعا هذا من قانون نيوتن الثاني اللي هو محصلة القوة بيساوي الكتلة في التسارع، اذا يساوي ام في جي. اف تي واحد ناقص اف تي عفوا معلش خليني بس اصحح الخطا، حنقول اف تي مع اف تي، بديت باللي فوق انا، حنقول اف تي واحد تساوي اف جي تساوي ام جي، نحسبها مباشرة لأن هنا قوة الشد تساوي قوة الجاذبية الأرضية، إذا نعوض مباشر يساوي الام عبارة عن 5 مضروبة في 9.8، إذا نجد إنه اف تي واحد، أوجدوا لي الناتج يا شباب، اضربوا لي 5 في 9.8 وأوجد الناتج، أعطوني الناتج 49، أحسنتم، الناتج حيكون 49 نيوتن. إذن أوجدنا قوة الشد في الحبل الأول، كذا انتهينا. نجي الآن نتفاهم على الحبل الثاني. لما نجي نطالع الآن في الحبل الثاني نجد أن قوة الشد في الحبل الثاني للأعلى، هذه FT 2. طيب قوة الشد هذه راح تحسب لي مين؟ لاحظ معايا أنه راح يحسب لي قوة الشد الناشئة من هذه الطوبة بالإضافة إلى قوة الجاذبية الأرضية. قوة الشد الثانية راح تحسب، قوة الشد الثانية راح تحسب لي قوة الشد اللي حادثة من هذه الطوبة بالإضافة إلى قوة الجاذبية اللي أوجدناها اللي هي برضها قوة الجاذبية تساوي مين؟ FT1. نعوض بشكل مباشر، هنقول FT اثنين يساوي، ايش يساوي اف تي اثنين؟ ارجع اقول عليها انها تساوي، بس طال عندي كتلتين يعني ام واحد وام اثنين، هذه 5 وهذه 5، طب ليش ما اضرب الكتلة، اضرب الكتلة في اثنين واضربها في ام جي وخلاص، يعني حقول اثنين ام جي، اف تي اثنين حيكون يساوي اثنين في ام جي. ليش اثنين؟ لأن هذه 5 كيلو جرام، هذه 5 كيلو جرام وهذه أيضا 5 كيلو جرام، فقول اثنين في إم اختصارا يعني يساوي اثنين في 5 في 9.8. أوجدوا لي الناتج يا شباب اللي هو قوة الشد الثانية، اثنين في 5 في 9.8، يعني كأنك بتقول 49 اضربها في 2 وطلع لي الناتج. يلا يا شباب أحسنتم يا أبطال، هي عبارة عن 98 نيوتن، 98 نيوتن. أرجع أعيدها بشكل سريع، كتلتين كلهم لهم نفس الكتلة 5 كيلو جرام، وهنا 5 كيلو جرام، راح نلاحظ أن قوة الشد اللي تنشأ في الحبل رقم واحد اللي بالأسفل
هي نفسها مساوية لقوة الجاذبية الأرضية، يعني نقول اف تي واحد يساوي اف جي يساوي ام جي، نعوض تعويض مباشر يطلع معانا الحل 49. قوة الشد اللي هنا في الحبل الثاني هي نحسبها للكتلة هذه الأولى بالإضافة لقيمة الكتلة الثانية اللي أوجدنا لها قوة الشد، فنقول 2 في ام جي ونطلع الناتج راح يكون 98 نيوتن، راح يكون 98 نيوتن. طيب ننتقل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده: القوة العمودية يسلم صالح صندوقا كتلته 13 كيلو جرام، صندوقا كتلته 13 كيلو جرام إلى شخص كتلته 61 كيلو جرام، يعني شخص واقف على منصة كتلته 61 كيلو جرام، جاء صالح وسلمني صندوق كتلته 13 كيلو جرام وأنا واقف، أنا 61 وأعطاني صندوق 13 كيلو جرام، ما القوة؟ لاحظ معي، ما القوة العمودية؟ يعني FN، يبغى FN التي تؤثر بها المنصة في هذا الشخص. يعني كيف؟ أنا واقف الآن بهذا الشكل، 61 كيلو جرام، معايا صندوق 13 كيلو جرام على سطح الأرض، قوة الجاذبية الأرضية راح تجذبني إلى الأسفل، وأيضا في قوة عمودية راح تكون معاكسة لقوة الجاذبية الأرضية. عشان نحلها لابد أول شيء نرسم، نقول هذا الشخص واقف على المنصة بهذا الشكل، استلم الصندوق، هنا عندي الصندوق اللي هو عبارة عن 13 كيلو جرام، ونلاحظ عندي هنا إنه هذا الشخص كتلته 61 كيلو جرام. ما القوة العمودية؟ على طول أنت لازم تعرف إنه هنا في قوة اسمها FG، وأنت تعرف إن FG تساوي M في G، وأيضا المنصة بترد عليه بقوة إلى الأعلى، بقوة إلى الأعلى هي عبارة عن FN. طيب كيف أوجد قيمة FN؟ إذا أنا عرفت قيمة FG على طول أنا عرفت قيمة مين؟ FN. تعالوا نعوض ونحل، هنقول إنه FN تساوي إيش؟ تساوي M في G. طيب أي واحدة أنا أخذ؟ أنا أخذ 61 ولا أخذ 13؟ ايش رايكم، ناخذ 13 ولا 61؟ يا سلام عليكم، احسنتم، نجمعهم، يعني نقول يساوي ام 1 زائد ام 2، سكر القوس، مضروبه في تسارع الجاذبيه الارضيه، يعني حنقول يساوي 13 زائد 61، مضروبه في 9.8 من 10. هذه اف ان، هذه عبارة عن اف ان. اوجدوا لي الناتج يا شباب، يلا انتظركم، طلعوا لي الناتج، نجمع اول شيء القوة، اول شيء نجمع، بعدين نضرب الناتج في 9.8 من 10 ونوجد الحل. كم طلع الناتج معاكم؟ يا سلام، 700 اف ان يساوي 725، أحسنتم يا أبطال، نيوتن. هذه قيمة القوة العمودية، هذه قيمته القوة العمودية، ولاحظ القوة العمودية تشير إلى الأعلى، هي مين؟ بالموجب، على أساس أننا نفترض الاتجاه إلى الأعلى موجب. طيب لو قال لي أنا أبغى قوة الجاذبية، إذا أنا قلت لك، أنت قلت لي أن القوة العمودية تساوي 725 نيوتن، وسألتك سؤال وقلت لك طب كم قيمة القوة الجاذبية اللي تأثر على هذا الشخص، انت ايش هتقول لي؟ هتقول لي 725؟ طب ايش الفرق بينهم اذا كانت 725؟ ايش الفرق؟ نلاحظ الفرق بينهم الاتجاه، ان FN الى الاعلى تاخذ الموجب، والFG الى الاسفل تاخذ ايش؟ تاخذ السالب، لكن كمقدار هي نفس المقدار 725 نيوتن.
لكن إذا بكتب إف جي حكتب الإف جي تساوي سالب 725 نيوتن، عشان تعرف أنه قوة الجاذبية للأسفل والقوة العمودية إلى الأعلى والقوة العمودية إلى الأعلى. طيب ننتقل على السؤال اللي بعده، بس خلوني أمسح لكم هذه. يلا يا أبطال، يقول لك التفكير الناقد توضع ستارة بين فريقين لشد الحبل بحيث تمنع كل فريق من رؤية الفريق الآخر، من رؤية الفريق الآخر، فإذا ربط أحد الفريقين أفا طرف الحبل الذي من جهته بشجرة. يعني نفترض أنه هذا الحبل يا شباب، هذا عند الحبل بهذا الشكل، هذا الحبل عندي بهذا الشكل، وهنا موضوع ستارة عشان الفريق اللي هنا يسحب بهذاك الاتجاه ما يشوف الفريق اللي هنا، والفريق اللي هنا ربط هذا الحبل في شجرة، اعتبر ان هذه شجرة وربطها. حلو. إذا سحب الفريق الآخر بقوة 500، فما قوة الشد المتولدة بالحبل إذا سحب الفريق الآخر بقوة شد 500 نيوتن؟ يعني هذا الفريق راح يسحب بقوة مقدارها 500 نيوتن. 500 نيوتن. أرجع أقول إن الستارة موجودة وهذا والطرف الآخر من الحبل مربوط في شجرة، راح تنشأ قوة شد في الحبل مقدارها 500 نيوتن، راح تؤثر على الشجرة، راح تؤثر على الشجرة بقوة مقدارها 500 نيوتن، راح تؤثر على الشجرة بقوة مقدارها 500 نيوتن، وأيضا الشجرة راح ترد على الحبل بقوة مقدارها عبارة عن كم؟ عن 500 إيش؟ 500 نيوتن، 500 نيوتن. فيقول لك فما مقدار قوة الشد؟ على طول الحل هو عبارة عن 500 نيوتن، حكتب لكم هنا في النص، هو 500 كم؟ 500 نيوتن، 500 نيوتن. لكن الآن لو سألتكم سؤال، كم الحبل متزن؟ الحبل الآن في وضع اتزان، في وضع اتزان. لو سألت كم المحصلة؟ هل هنا نقدر نقول إن المحصلة تساوي صفر؟ هل نقدر نقول إن المحصلة تساوي صفر في هذه الجهة؟ نلاحظ إنه هنا الشجرة تؤثر بقوة مقدارها 500 نيوتن، وهنا فريق آخر يؤثر في الحبل بقوة مقدارها 500 نيوتن. يعني هذا جسم وهذا جسم، هذه قوة وهذا قوة، ويؤثرون في جسم واحد. نقدر نقول إنه هنا المحصلة تساوي كم؟ F. المحصلة تساوي صفر نيوتن. بس انتبه لكلامي، قلت المحصلة تساوي صفر نيوتن إذا كانت القوة المؤثرة لوجود القوة المؤثرة من الشجرة 500 نيوتن، والقوة الموجودة من الفريق الآخر اللي هنا، وكلهم مؤثرين على جسم واحد، على جسم واحد اللي هو الحبل، إذن حتكون هنا المحصلة تساوي صفر. لكن لما نجي على النقطة هذه، هنا الفريق، هذا هم أعضاء الفريق اللي يسحبون الحبل بقوة مقدارها 500 نيوتن، وأيضا الحبل راح يرد عليهم قوة رد مقدارها 500 نيوتن. هنا ما نقدر في هذه الجزئية، ما نقدر نقول إن المحصلة تساوي صفر، ما نقدر نقول إن المحصلة تساوي صفر، لأنه هنا كل قوة تؤثر في إيش؟ في جسم الفريق، يؤثر في الحبل، والحبل يؤثر في الفريق. كذا أنا يصير وصلت معاكم إلى نهاية درسنا لليوم، أخذنا فيه تطبيقات على قوة تأثير التبادل، وعلى قوة الشد والقوة العمودية. أتمنى وأسأل الله العلي العظيم لكم التوفيق والنجاح، وآخر كلامنا هو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.